بيتي وما بيت سعيد محمد. جيت وفي في في هو بلاص سيدة زينة. أنا ساكن في حي سيدة زينة، عندي 57 سنة. كنت بحب اللغات جدا، كنت بقرا جرايد كتير، بقى أجيب مجلات أقراها بالفرنساوي كده وأترجمها وأقرا الأخبار بالفرنساوي، فكنت بحب اللغة الفرنسية جدا، كنت هويها يعني. حتى هنا بيجي الأجانب بترجم لهم، ويكون في حد مثلا عايز حاجة بترجمها. أنا في البداية كنت بحب أشتري كتب كتير، وأنا بشتري الكتب طبعا بتكلفني تكاليف جامدة باهظة، كنت أقراها، وبعد ما أقراها تتركن عندي، لما تتركن تعمل حشرات، واضطر أبيعها تاني. فبدأت بقى الهواية عندي إن أنا بقيت أسمع شعر كتير، أقرأ قصص كتير، أقرأ روايات كتير. قريت مثلا كتب نجيب محفوظ، قصر الشوق، سكرية، بين القصرين، ميرامار، لص وكلاب، ذوق المدق، أولاد حارتنا، سراب. يعني بحب أقرأ كتب الأدبية، حاجة لحسين عبد القدوس، أنيس منصور، صالح جودت، محمد إقبال. بحب أغاني أم كلثوم، فيها الشعر بتاعها اللي هي الحاجات اللي متصلة باللغة العربية. يعني بحب الحاجات اللغوية الجميلة يعني. دخلت كلية بس ما كملتش، كلية أدب من غير الجامعة ومن غير الحاجات دي، كنت بقرأ قصص كتير. يعني مثلا أقرأ مثلا لتولستوي، أقرأ مثلا فيكتور هوجو، ألبير كاميه، توماس هاردي، أناتول فرانس، شكسبير، حاجات أدبية. سارتر مثلا، قريت مثلا في علم النفس مثلا عن يونغ، يوجين، أدلر. بقول هو مني ولا منك، غربتي في القرب منك، ولما اشوف صورتي في ليلك يحن قلبي ويأمن لك، ولقى نفس الغربة فيكي بس روحي بتناديكي، هو دمعي يهون عليكي امسحي دمعي بإيديكي، هو مني ولا منك. فكرت كتير ان انا اعمل أسرة، بس لما كنت بشوف المشاكل بين الراجل وبين الست، بشوف مثلا مشاكل طلاق ومشاكل خلافات الزوجية بين الرجل والست، كنت بمتاني على طول. بحلم بلدنا تبقى جميلة والخير يزيد، والدنيا تبقى جميلة وكويسة، والخير يعم على البلد.